عسلامة حاجة. عايش بنتي سلمى ميمة. عسلامة أختي. لبس عليكم. لا لبس عايش. قدموا لي رواحكم. بسمة. أنا بنتي. الأم وبنتها. ما شاء الله عليكم. عايشك. كيفاش علاقتكم في العمر هذا؟ الحمد لله ما هيش أمي، عبارة أختنا، عبارة كل شيء، ما نخبوا عليها حد شيء. اللي يجعنا نحكيهولها كي البنت تغلط لأم تسرحلها على برشا حاجات، والحمد لله متفاهمة أنا وراجلي وليداتي، والحمد لله وربي يفضل ملابيتي ولادي، ويفضل لي أمي وأخوتي، ويفضل حماتي زيدا. الحمد لله ربي يفضلها وربي يطول في عمرها كيما أمي كيما حماتي. الحمد لله الحمد لله هكا هو كيما خالت هي متفاهمة أنا وبناتي ونسابي وولدي، وربي حن وربي يفضلوا وفضل بنياتي ومتفاهمين. البو ميت الله يرحمه. زوجك ميت الله يرحمه، بلاصته صعيبة، أما ربي حنن وحنن وليدي ونسابي وبناتي. قداش عنده من اللي توفى؟ بابا توا عنده يمكن في 12 سنة الحمد لله، وما خلانيش في الكراء الحمد لله يا ربي، والملك ملك ربي، وماذا بينا ترخصوا هالدنيا، والدنيا غالية بخصوص القليل ما عاش واسع بالكل اللي عنده عائلة واللي كاري، والحمد لله يا ربي، وإن شاء الله رمضان يجينا بالخير ولهنية، وإن شاء الله ترخص لنا الدنيا، وكهو وكهو منع أكهو أكهو أحذينا شوية بنتي هذيك منع. أنا على معزتك وتكلمت وشديتوني ربي فضلك لك ربي عايشك. أحكي لي على علاقتك ببنتك قبل ما تعرس. ليه معرس بوليدي؟ قبل ما تعرس. لا الحمد لله يا ربي، بناتي الثلاثة لا عذبوني، وهالجيل هذا الله يهديه. اش بيه الجيل هذا؟ تبارك الله يحبه ومتوفر الدنيا، ويحبوا اللي طالبين وحاضر، وقبلوا توا الدنيا عملت تطور. علاش الدنيا غالي وما عادش القليل خالص؟ وكهو هذاك ما نقول لك. انت جيل وبنتك جيل وولدها جيل، شنو الفرق ما بين الاجيال هذم؟ مش كيما جيل متاعنا احنا قبل، كيما جيل متاع توا ياسر. يمكن جيلك انت وجيل الوالده ما فماش اختلاف كبير. لا لا. اما الجيل الصغير هذا اللي جاء ما شاء الله. لا ما شاء الله عليهم، ويحبوا الكلمه كلمتهم، وحتى باش تنصحهم على حاجه تلقاك انت غالطه وهما اللي يعملوا في الصحيح. والحق الحمد لله وليداتي ما نكذبش عليهم، حتى كان عركهم بوهم ولا عملهم ولا حاجه ما يخلفوش كلام بوهم، ديما ياخذوا الكلمه الباهيه، وقبل كل شيء يشاور في بوه في الباهيه وفي الخايبه. في الدنيا الكل. هل تربي فيهم على الطريقه اللي انت تربيت عليها؟ بالطبيعه الحمد لله. لا الحمد لله معايا امي ومعايا حماتي، حتى كي يغلطوا ولادي لازم حماتي تنصحهم تفيقهم على برشا حاجات، ما نكذبش كيما البو واقف، كيما امي كيما حماتي. شنو هو دور الجده؟ شنو هو دورك انت؟ انا مدلتهم ويحبوني ونحب ولاد بناتي وولد ولدي، بخصوص هو الصغير في القلب اكثر من الكل. يقولوا الحفيد الكبير هو اللي مدلل عند الجده. والله مدلين تميز الجده هكا ولا بالطبيعه ما تميز جد. السيده ياسين وعاليه مدلتهم، وهذا ولد ولدي الصغير اكثر من الكل، ان شاء الله ربي ما نسبوه، وولده وعايش بنته هذا كمان نكلمك هذا كمان نقول لك انت قاعده خنكمل لنا مع بنتك ان شاء الله الدنيا ترخص. وتوا ماشيين معش بكري احنا، وعلى خاطر كيف شديتني تكلمنا. ليش ولينا نشوفوا في تفكك اسري؟ ما عادش عاطين قيمه للعيله الكبيره، شنو الاسباب؟ والله تلقى فما برشا خلافات، تلقى هي الاسره اللي مبنيه وكما نقولوا فيها على عرس صحيحه هي العائله الكبيره، هي كما نقولوا الام الله ينحيها، هي اللي تتلم، هي اللي تحنن، هي اللي تعمل كل شيء. ماذا بي ما فماش فتنه، ما فما حتى شيء. علاقتنا يعني ما بين الاخوه والخول توا قاعده الحمد لله يا ربي. كيما ولادي كي يكلم الخال ولادي يحترموا ويحشموا. انا عندي زاد عندي حميتي كيف كيف، ديما كل نهار سبت ملمومين عند حميتي، والضحكه واللعبه والتفدليكه ما فما على حتى شيء. وكان لو يعني ولادي ولا ولاد لوزتي ولا ولاد سلفي حتى اللي يقف منهم كي يقف الكبير، ولادنا الكل يقدروا ويحترموا. فما
فما الاحترام مازال، فما الاحترام وفما القدر وفما العيش. اذا ما تلقى يعني تلقى الام والبو متخلفين ومش متفاهمين، تلقى الصغار كيف كيف، تلقى وما تلقاش شكون يرجع، هي الام. الأم حاجه، شنو هو اللي يخلي العلاقه توصل تموت ما بين الخوات؟ العشره والمفاهمه، متفاهمين انا وبناتي، قلت لك ولدي، متفاهمين على قاعده. فما خوات ما يحكيوش مع بعضهم؟ لا 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 لا، ما تربيناش بيها احنا. هو السبب؟ السبب يمكن من المولدين، احنا من اللي كبرنا كبرنا في الجد، والحمد لله وربيت بناتي وكيك مصرحيني ومصرحتهم، وكيف نقعدوا متحدثين ونتكلمي حتى على كويستي على قهوه، الضحك واللعبه والكل اكثر. انا امهم كاني اختهم، متعاشين ومتفاهمين، وتوا كيف عرش كل واحدة في بلاصة، وكيف نتلموا بالأحد، نتلموا الكنة والولد والنساب، نبدو كنا عرس، الفطور يلموا الفطور، أنا نقعد نطيب كويستي عشوية، وكل حد يروح لداره. مش في اللمات يصيروا كل المشاكل هكا والمناوشات؟ لما تربيناش به هذاك، الحمد لله يا ربي، احنا أنا كلمتين رخصونا الدنيا ترخص، والقليل ما عادش وصل. بخصات العائلة والكاري ما عادش وصلين، شنو 50 دينار 200 في ساك وتروح وشطر القضية ما فماش، شنو مش عيشة هذه؟ شنو هو الحاجات الغالية اللي في المرشي اللي ما تنجمش تشريها؟ شنو هو الحاجة الغالية؟ مثلا الحوت، اللحم ب 40 دينار، شنو تياخذوا؟ قداش كان قبل اللحم؟ أنا والمرحوم الكيلو 5000 4000، وخذيته ونشوف ونتمتع. شي جبت هو ب 40 دينار، شكون باش يخلط عليه بنيتي؟ احنا شفنا وذقنا وهالجيل ما شاف شيء، والله يهدي والله يرخص الدنيا، هذاك اللي عندي ما نتكلم. هاي على خاطر به الكلمه الاخرى نخليها. اجي نقول لك علاش قلت انت الدنيا غاليه. بالحق الشباب تو، الشباب تو ماهوش لاقي روحه، ماهوش لاقي روحه حتى شيء. علاش الدنيا غاليه وما فماش خدمه، ما فما حتى شيء. شباب ماهوش باش يرضى لك ب 5000، ماهوش باش يرضى لك ب 4000، تشوف القهوه يحب يلبس لبسه مخير، يشوف لك صاحبه لابس ما احسن، يجي للوالدين يقول له انا نحب نلبس كيما يلبس صاحبي، انا نحب نخرج كيما يخرج صاحبي. التليفون كيفه؟ يعطيك يعني الشباب توا قاعد يتبع في بعضه، ماهوش قاعد باش يراعي لك ظروف الوالدين ولا الام، لا يتوفر لي يتشوف شنو اللي باش نعمل، خاصة الحرقة، الحرقة للشباب ماشية في الحرقة. الوالدين هما اللي كحدهم على صغارهم، مش على حد شيء، خدمة والبطالة والمعيشة، المعيشة تصور كيما حكيت لك أمي على الرخصة قبل، توا باش تهز 200 شنو اللي باش تقضي لي؟ ما تعملك حد شيء، باش تاخذ حاجات تافهة وتروح على روحك. تجي تشوف القفة تقعد باهتة، تقول 200 دينار كيما قبل نقضي بيه نصلي على النبي نروح بخيري وخميري، كيما توا ما تلقى حتى شيء. ما كانش قبل الحليب مقطوع، ما كانتش القهوه مقطوعه، ما كانش السكر مقطوع، ما كانش الزيت، برشا حاجات مش متوفره، برشا حاجات مش متوفره. عيشك يا مدام، ربي يفضلك. ربنا مبروك وان شاء الله يدخل علينا بالخير، وان شاء الله مبروك على امه محمد، وان شاء الله ربي يرخص علينا الدنيا. امين يا رب.